استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح العملية التجريبية لإجراءات إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة الجديدة والتي أجريت اليوم في الديوان العام لوزارة الخارجية. وقام كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ووكيل وزارة الداخلية المساعد شؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بتقديم شرح واف عن إجراءات الإصدار والاستعدادات التي تقوم بها وزارتا الخارجية والداخلية لهذا الغرض. وأبدى الشيخ صباح الخالد ارتياحه وسروره للخصائص الأمنية التي احتواها الإصدار الجديد للجواز، معربا عن سروره لسلاسة وسرعة إجراءات الإصدار. وحضر التجربة كل من نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبد اللطيف العمر. قال وزير